مرحبا، اهلا وسهلا بكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من صوموا تصحوا، الحلقه 14. قربنا نوصل نص رمضان، نقول لكم كل عام وانتم بخير وان شاء الله ايامكم كلها بخير وسلامه. اليوم معنا الدكتوره داليا، اخصائيه البشره والتجميل، بدها تحدثنا. طبعا هي بالاردن، احنا لسه صايمين، انتم يمكن افطرتوا. إن شاء الله تكون أيامكم كلها خير وبركة دكتورة، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. إن شاء الله كل عام وإنت بخير والمتابعين بألف خير وصحة وسلامة. الله يخليكم، شكراً لك لوجودك على كنار تي في صوت العرب من كندا، وإن شاء الله بيكون لنا حلقات كثيرة مع الدكتورة داليا لخبرتها الكبيرة في مجال التجميل والبشرة والعناية بالصحة والجسم. أهلا وسهلا فيك دكتورة على قناتنا. أهلا فيك، أهلا وسهلا، بتشرف فيك أنا دكتور، بتشرف المتابعين، وشكرا للتكنولوجيا اللي خلتنا نقرب من بعض ونبلش نعرف إنه أنتم موجودين وبخير وبصحة وسلامة إن شاء الله. دكتورة، السؤال اللي بحير كتير ناس في رمضان اللي هو جفاف البشرة. أنا من الناس اللي بتجف بشرتي كتير في رمضان، بتصير زي بحب أشعرها بدها تأشر، بشعر إنه في إشي تغير في الجلد، وكثير من النساء والرجال طبعا بعانوا من هاي المشكلة، بس المشكلة يمكن أكبر عند السيدات، لأنه بتعرف البشرة عند السيدة هي مفتاح لجمالها. لأنه إحنا مخشنين أكثر منكم. إحنا خشنين شوية. فلو تكلمنا شوية عن موضوع البشرة ورمضان، معك المايك وإحنا كنا أذان صاغية. شكرا لإلك. هلا بموضوع البشرة، بنعرف انه احنا برمضان بصير في عنا تغيير نظام غذائي كامل، وهذا التغيير ممكن يأثر انه يظهر عنا حبوب وبثور زيادة عن الايام العادية غير رمضان. فهذا الحكي احنا بدنا نتجنب بعض الاشياء على حتى نحافظ على بشرتنا ونحافظ على نضارتها واشراقها، خصوصا بشهر رمضان لانه الروتين شوي بيتغير. فنحاول دكتور جمال نبعد قد ما فينا عن المواد اللي فيها كافيين والأطعمة اللي فيها كافيين اللي فيها صودا عالي، لأنه هاي الإشي بيخلي الجسم يمتص المعادن، وفي إشي بيحكي صوديوم جو ووتر جو، فبالتالي رح نفقد كتير من المي، وهذا الإشي رح يأثر على صحتنا. ثاني شغلة، نحاول نعوض المي عن طريق نظام غذائي صحي بتحتوي فيه الأطعمة على الكثير من الماء، زي الطماطم، الخيار، الفواكه، هاي كلها بتحتوي على مي كتير. احنا بنحاول هيك نعوض ترطيب بشرتنا من خلال هاي الأطعمة، ونخفف قد ما نقدر من الحلويات والموالح والمكسرات، لأنه هاي الأشياء نفس الشيء حكيت لك إنه بيكون فيها صوديوم وأملاح، فالمي يمتص الجسم يمتص المي بطريقة كتير سريعة. من الأشياء اللي كتير مهمة دكتور جمال، كل رجل وامرأة يلتزموا فيه اللي هو دائما نحكيه واقي الشمس. واقي الشمس كتير مهم بشهر رمضان، سواء كنتي بالبيت أو بتشتغلي بمكتب أو تحت الشمس، كل ما كنت بتتعرض للشمس أكتر بدك تجدد واقي الشمس أكتر. هذا المعلومة لازم نعرفها، أنه بدنا نجدد وما بنفع بس نحطه مرة واحدة واحنا بنقعد تحت الشمس 7 ساعات، ما بيزبط. الاشياء المهمه كمان الروتين اللي بنحافظ عليه كغسول، يعني احنا بنصحى الصبايا في عندنا غسول، كل صبيه في عندها غسول بلائم بشرتها، فهذا الغسول ما بنستغني عنه. بعد الغسول بدنا نداوم على مرطب يناسب نوع بشرتنا، وانا شرحت بحلقات سابقه وان شاء الله راح اكون معك كيف كل شاب وصبيه يميزوا نوع بشرتهم، فبالتالي لما تميز انت نوع بشرتك سهل تتعامل معها. فإحنا بنلتزم بالغسول، بعد الغسول ترطيب وحركة دائرية، بيكون بتم يعني مده على البشرة بحركة دائرية حتى نساعد البشرة تمتصه، بعدين الواقي الشمس بنفس الشيء بحركة دائرية. نحاول دكتور جمال نلتزم بالمقشرات للبشرة، لأن المقشرات معروف إنه كل ما استخدمنا المقشرات بشكل دوري ومنتظم بنقلل من التجاعيد ومنقلل من الجفاف اللي ممكن نتعرضه، ومنجدد الخلايا، يعني الخلايا الميتة بنشيلها عن طريق المقشر. فالبشرة العادية بفضل انه الصبي او الشاب اللي عندهم بشرة عادية يستخدموا مقشر فيه مادة حمض الجليكوليك، اوكي؟ واذا كانت بشرتهم جافة يستخدموا مقشر فيه حمض الساليسيك، فهذولا بيفرقوا، يعني نحاول ننتبه لهي الاشياء.
زي ما ذكرت لك كمان المرطب كتير مهم، نحاول وجبة السحور تكون كمان مليئة بالفواكه وبالمواد الغنية بالمي، ونحاول ناخذ وجبة السحور قبل الفجر، يعني ما نخليها أبكر، يعني قبل الفجر بشوي. في كتير شغلة مهمة بيعانوا منها دكتور جمال كتير صبايا، وما بيعرف أنه سببها الرئيسي السهر. فإحنا برمضان زي أكيد أجواء رمضان، السهر والسحور بخلينا ما نأخذ يعني وقت كافي من النوم، وهذا بيخلي الهالات السوداء اللي تحت العين تكتر وتصير مشكلتها أكبر. فإحنا نحاول قد ما نقدر ما نسهر، نأخذ قسط كامل من النوم من 7 إلى 8 ساعات كحد، يعني مينيموم 6 ساعات، ماكسيموم 8 ساعات. لحتى هو النوم بتخربط في رمضان، يعني هذا شيء طبيعي. فاحنا نحاول قد ما نقدر دكتور جمال تكون تحت السيطرة، يعني نسيطر على هاي الأمور، يعني واللي هي الأجواء رمضان يعني ما في غنى عنها، سحور والسهر كتير إشي حلو، بس كمان الصبية بدك تكوني مبهجة ونظرة على العيد. ما بزبط تجيني قبل يومين تقولي لي زبطيني قبل العيد بيومين، لا، في روتين لازم انت تهتمي بحالك فيه وما تنسي حالك. وكتير شغلة مهمة، حتى الواحد لو عنده هالات سودا وسهر ونسي حاله، يستخدم كياس الشاي الباردة، تحطها للصبية أو الشاب تحت عينهم، بخف كتير من هالات السودا حتى لو سهرنا وكان في عنا هذا النظام اللي هي الميداليات هاي اللي بعد ما ننقاها، صح؟ بالضبط، الميدالية بدون سكر، يعني بدون شجر، الميدالية نفسها بس نخلص منها ونشرب كاسة الشاي، ما نكبها، نحطها بالفريزر، نستخدمها تاني يوم الصبح. طبعا تعرف وقت النهار عندنا كتير وقت طويل، لأنه إحنا كنساء من أجل الطبخة لقبل أذان المغرب بشوي، فعنا وقت كتير طويل نهتم بحالنا. والمقشر كمان، في مقشر طبيعي إذا الصبايا ما كان عندهم، ما بيعرفوا يميزوا نوع بشرتهم، فهذا المقشر كتير منيح وبناسب جميع أنواع البشرة. سكر وزيت زيتون بيتم فركه بحركة دائرية كل يوم، كتير بيقشر البشرة وبيعطي نعومة وترطيب كتير عالي. إن شاء الله أكون فيه إياه. هذا سكر وزيت زيتون كيف بنحط؟ سكر وزيت زيتون بس سكر وفوقه زيت وبنخلطه، فبصير عندنا زيت فيه السكر خشن. لما نعمله بحركة دائرية على البشرة منه منرطب وما منجرح، يعني سكر لحاله أو ملح لحاله ما بزبط، لأنه بجرح البشرة. وإحنا بدنا نحاول نقشر البشرة يعني بطريقة كتير ناعمة، ونفس الوقت نحافظ على رطوبتها. فهذا المقشر كتير أنا بحبه كتير بستخدمه، تقدر تستخدميه كل يوم، مو مثل المقشرات اللي أنا ذكرتها سابقاً بالأحماض. دائماً الأحماض بتكون شوي أقوى وبدها بروفيشنال، يعني بدها حدا بروفيشنال يتعامل معها، لأنه ممكن تحرقي حالك إذا كانت يعني استخدمتها بطريقة خاطئة. هذا كثير سيء. عندي دكتورة سؤال، يمكن هلا حكيتيه على موضوع المواد الطبيعية، يعني احنا كنا بنحاول انه ندخل على المواد الطبيعية ونستخدم مواد طبيعية قدر المستطاع. في الفازلين زمان كانوا اجدادنا يستخدموه، ما بعرف اذا بتنصحي فيه ولا لا، زيت الزيتون، وفي بعض الناس هلا بيحكوا الزيوت الثانية اللي هي زي كريمة البيناتس وكريمة اللوز وال شوية بده يحطوا نوتيلا، مش عارف إذا بتزبط ولا لا. إحنا برمضان تعرف الواحد جوعان. دكتور احكي لنا عن الشغلات هاي. للأمانة المواد الطبيعية إذا ما نفعت أولا ما بتضر، بس بدنا ننوه لشغلة، دايما المواد الطبيعية علشان تعطيني فعالية منيحة، يعني ذكرت أنت كذا شغلة، خلينا نحكي هلا بس أحكي عن شغلة وأرجع لك واحدة واحدة. بس المواد الطبيعية بدي استمرارية وجلد، يعني شو يعني جلد عندنا بالأردني؟ يعني بال طويل، إنك أنت تستخدميها مينيموم 6 شهور لتحصلي على النتيجة. فالمواد الطبيعية بدنا وقت، يعني مش مثل مثلاً لما تيجي صبية ما عندها نضارة بوجهها بنحقنها ميزوثيرابي فيتامينات حقن دايركت تحت البشرة 14 يوم بتحس بالفرق. ولكن إذا بدك تستخدم مواد طبيعية بيكون عندك بال طويل ما تملي، استمرارية بانتظام، مثلا نستخدم المقشرات الطبيعيه، المرطبات الطبيعيه، يعني الفازلين جدا رائع. كما اذا انت قلت له اللي بيستخدم الفازلين بيحافظ على بشرته من التجاعيد، الفازلين بيمنع التجاعيد، بس بدنا نعرف انه احنا ما ننام بالفازلين، لانه اذا نمت بالفازلين يعني حطيته بالليل ونمت فيه بخلي مسامات البشره عندي تفتح اكثر، لانه ماده زيتيه فبيعمل لي مسامات واسعه، يعني انا بخلص من مشكله وبرجع مشكله ثانيه. فانا بحاول دائما أرطب الفازلين، يعني الفازلين أستخدمه كمرطب ومقاوم للتجاعيد 2 ساعات باليوم،
مثلا قبل النوم بساعتين، فترة العصر بساعتين، بس أكيد مش إني أحطه أطلع فيه لأنه بيعمل حروق، يعني أبدا ما بفض، أبدا ممنوع يعني الواحدة تحطه تطلع فيه. أوكي، بس بدنا طبعا هذا الحكي، أنا ببلش أستخدم الفازلين بعمر العشرين، لما أصير أنا بالثلاثين دكتور جمال بحس حالي مش نفس جيلي، بشرتي نظرة نظرة أكتر، سوفت أكتر، ناعمة، مجدودة، ما فيها تجاعيد. ببلش أستخدم بالثلاثين على الأربعين بحس إني أنا غير عمري. هذا هو اللي المواد الطبيعية بتفرق عن المواد اللي بنحقنها دايركت. المواد الطبيعية بدك زمن، يعني بدك تمر حقبة عشان تحسي حالك إنك أنت مستخدم مواد طبيعية وبنفس الوقت فارق معك. زيوت كتير، في زيوت للشعر كتير رائعة، بس بنصح لكل الصبايا أي واحدة تستخدم زيت للشعر لإطالته لتحسين نعومته ما تتنام فيه، لأنه بيعمل على التساقط، يعني بيعمل إشي عكسي، لأنه لما الزيت ينحط على فروة الرأس وتنام فيه، أنت بتكون عم توسع المسامات تبعت بصيلة الشعر، فبتخلي تساقطها أسرع. أنا بحطه ماكسيمم ساعتين قبل الحمام، يعني مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر حسب طبيعة شعري. فهاي الأمور اللي بدنا تفرق مع الصبي، يعني تفرق مع الصبي، إن إذا كانت غير مدركة لأمور بسيطة يعني سهلة كتير، يعني كلهم كنا بنفتح على جوجل، وكتير صبايا بيفتحوا على جوجل مثلاً وصف للشعر كذا، بس ما بيكون فيها تعليمات بسيطة زي إنه النوم بالزيت مش منيح، النوم بالبيض مش منيح، النوم بالثوم بالمايونيز للشعر هو مفيد جداً، بس كمان النوم فيه مش منيح، فازلين ما بيستخدم وانتي طالعة مشوار، ما بتنامي فيه عشان ما توسعي مسامات وجهك. هاي الأمور بتفرق، يعني مثلا كل ما في حدا بيعرف انه القهوة، يعني انا من الاشخاص بس اخلص فنجان القهوة تبعي ما بكب الطحل اللي بيكون جوه اللي اخرته، حتى لو كان مع سكر، يعني انا بشرب قهوة مع سكر، بستخدمه يوم بعد يوم. اوكي، هذا الفنجان بستخدمه لبشرتي، بحطه وبفرك فيه البشرة، لانه فيه ماده الكافي، فيها ماده الكافيين اللي كتير بتحسن البشره وبتعمل تبييض، وخصوصا لمنطقه الهالات السوداء. مره بعمله وبفركه، ومره بدون فرك لانه هو مقشر كمان قوي، مره يعني بحطه على البشره بستنى 10 دقائق وبغسله، ومره اذا كنت صلي زمان مش عامله تقشير لبشرتي بستخدمه عن طريق الفرك بشكل دائري. فالمواد الطبيعية رائعة ولذيذة وأنا كتير بحبها، وكتير في ناس ظروفها سيئة، أنت بتعرف دكتور جمال مش الكل بيقدر يروح عند أخصائي تجميل أو أخصائي بشرة، في أشياء بالبيت، عن جد في أشياء بالبيت بتقدر أنت تستخدمها بس وبتقلل عليك تكاليف، بس بتكون بدك شوية تعليمات وتنبيهات إنك يعني تاخد بعين الاعتبار فيها. يعني ما في دراسات عن نوتيلا لحد هلأ؟ لا ما في دراسات، بس النوتيلا كتير منيحة دكتور، انت شكلك جوعان. لا والله، ترفع هرمون السعادة والنفسية كتير مهمة للشعر وللبشرة، بتعرف النفسية كتير بتلعب دور. فكمان النوتيلا يعني انا بفضل كل صبي يعني كل يوم معلقة صغيرة نوتيلا مش مشكلة، ما بت يعني بترفع هرمون السعادة. اخر سؤال دكتورة سريع عن الماء، المياه احنا بنشرب كتير شغلات في رمضان بس معظمها محلايب سكر، وهي هل تنصحي نكمل على مشروبات رمضان زي أمر الدين المنقع مش عارف توت الفينتو، ولا لا بس مياه صافية؟ لا هلا أنا محضرت لك حلقة بقصة الفينتو والتمر رح نحكي فيها بعدين، بس اللي بيقولوا طبعا دراسات كتير دراسات طلعت آخر 10 سنين إنه أنت ما بتاخد المي بس عن طريق المي الصافية، انت بتاخد المي عن طريق الفواكه، بتاخد المي عن طريق عصير، عن طريق حتى البيبسي، تمام؟ نسبة الماء اللي بالبيبسي المحطوطة انت بتستفيد منها، ولكن طبعا الفرق انه لما انا بشرب مي صافية بعطيها للجسم، غير لما يكون الجسم، يعني انا لما اعطيك مثلا اعطيك اشي جاهز انت تشوفه، ولا مثلا اعطيك اشي بدك تفكه لتحصل على، اكيد انت هيك انت بتساعد جسمك. فالمي كتير مهم إنه الواحد ياخد مي نقية، بس هذا مش بعني إنه أنت ما بتاخد ما بتستفيد من باقي العصائر اللي أنت بتشربها، لأنه بتعرف إحنا الواحد برمضان بيشتهي كتير أشياء صحيح. يعني يعني كل شيء بيجي عباله، فإحنا لا، بس إحنا حكينا زي ما قلت لك إنه نبعد قد ما نقدر عن الحلويات، لأنه إحنا المسلمين العرب عنا بعد الفطور لازم نحلي قطايف، نحلي حلاوة جبن، فإحنا كتير منحب الحلو، هذا الإشي مش إشي صحي،
نحاول نخفف من الحلو، ما يكون كل يوم وجبة الإفطار، وجبة الإفطار وراها حلو، خلينا نعوض الحلو بالفواكه، يعني نجيب فواكه حلوة مثل الموز، مثل التفاح الحلو، نجيب هاي الأشياء خصوصاً يعني بنعوض فيها مي بطريقة صحية أحسن ما ناكل الحلو، يعني خلينا الحلو يعني مرتين بالأسبوع يعني عشان الواحد يشتهي قد ما يقدر، يعني بنرجع نحكي هذا شهر سبيشل لأن كلنا يعني احنا بنحكي نصائح ونتمنى الكل يستفيد منها، بس مرات بحكي بيني وبين حالي بس اعطي نصائح انه يعني انت مرات بتمرقي وما بتلتزمي بالنصائح. وهذا بتصير، هذا بتصير، بس احنا بنحاول قد ما نقدر، قد ما نقدر نسيطر على الموضوع يعني قد ما نقدر. ان شاء الله ان شاء الله. انا اول شيء بدي اشكرك مره تانية وجودك على برنامجنا، اكيد حنستضيف الدكتوره داليا في مواضيع اكثر في برنامج جماد الصحه ان شاء الله بعد رمضان، ولكن نتمنى لكم اليوم كل الصحة والعافية، نراكم في حلقة قادمة، وسلام للجميع. سلام، إلى اللقاء.